بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني عشر المتقدم، نستكمل معا شرح الوحدة الثامنة، المجالات المغناطيسية للتيار الكهربائي المستمر، والدرس الرابع، المجالات المغناطيسية الخاصة بالملفات اللولبية والحلقية. درسنا المجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار في سلك وفي حلقة أو ملف دائري. اليوم نكمل بالملف اللولبي والملف الحلقي. قبل أن نبدأ في الملف اللولبي والملف الحلقي والملف الحلقي، هناك حالة خاصة من الملف الدائري وهو ملف هلمهولتز. هذا الملف كما ترى يتكون من حلقتين محوريتين من السلك، حلقة هنا على اليمين وحلقة على اليسار، وكل حلقة تتكون من عدة لفات. هذا الملف يمكن اعتباره كملف دائري. درسنا فيما سبق أن إذا أردت حساب المجال هنا عند المركز، في مركز أي حلقة، البي بتساوي ميو نوت في الان في الاي على 2 ار، حيث الار هي نصف القطر عند المركز. عادة ما نحسب المجال هنا بين الحلقتين المحوريتين، وهي نقطة تبعد عن المركز ولتكن مثلا مسافة اكس، ولنفترض مثلا أن نصف قطر الملف هو ار، يمر بهما نفس التيار والتيارين يكونوا في نفس الاتجاه، فبيتولد مجالين في نفس الاتجاه، فالمحصلة بتكون الجمع. فبالتالي البي للملف هنا هتساوي القانون الذي نستخدمه لحساب المجال عند محور الملف الدائري أو الحلقة، ميو نوت، طبعا هنا لأنه يتكون من عدة لفات هنضيف إن آي على 2، ثم نضرب في آر تربيع على R تربيع زائد X تربيع أس 3 على 2. فيما يستخدم هذا الملف؟ هذا الملف يستخدم في تكوين مجال منتظم. هذا المجال طبعا كما تعلم يكون منتظم عند المركز ما بين الحلقات، يكون خارج الحلقات مجال غير منتظم. لنبدأ بدراستنا. كما ترى لدينا هذا الملف ملف لولبي أو حلزوني، وهو عبارة عن ملف دائري، ولكن تم إبعاد اللفات عن بعضها فأصبح لهذا الملف طول معين، له طول L. لحساب المجال المغناطيسي كما ترى، عند مرور تيار في هذا الملف يتولد فيه مجال مغناطيسي. لاحظ أنه يشبه الملف الدائري في شيء. ما هو هذا الشيء؟ أنه له قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. لاحظ هنا المجال هنا يتجه إلى الشمال، بينما هنا قطب جنوبي. يمكنك حساب المجال عند مرور التيار الكهربائي في هذا الملف، يتولد مجال مغناطيسي ويكون أحد طرفي الملف قطب شمالي والآخر قطب جنوبي. هذا المجال الذي نحسبه طبعا بيكون داخل الملف فقط، بيتحدد من العلاقة البي بتساوي ميو نوت ان سمول اي او ميو نوت ان اي على ال. ما الفرق بين الان هنا؟ ببساطة جدا، هذه الان سمول هي عدد اللفات لوحدة الأطوال، عدد اللفات في وحدة الطول، بتكون وحدة قياسها هي لفة لكل متر، بينما الان هنا هي فقط عدد اللفات. للتوضيح، لدينا هذا الملف وليكن طوله 2 متر. كم عدد اللفات في هذا الملف لدينا؟ 1 2 3 4 5 6 7 لفات. إذا هنا الان كابيتال هي 7 لفات، لا يهمنا الطول. أما الان سمول إذا أردت حسابها، هي عدد اللفات مقسومة على طول الملف، أي تساوي 7 تقسيم الطول اللي هو 2 يطلع 3.5. هنا الان كابيتال وحدة قياسها لفة، أما الان سمول هي 3.5 لفة لكل متر. أيا كان طول الملف، عدد اللفات يمثل عدد اللفات في وحدة الطول في المتر الواحد. فهنا الان هي عدد اللفات في وحدة الطول وتقاس باللفة لكل متر. يمكن بنفس ما استخدمنا الملف الدائري أو الحلقة، نستخدم قاعدة قبضة اليد اليمنى. اقبض على الملف بهذا الشكل بحيث الأصابع الملتفة مع التيار، فإن الإبهام يشير إلى اتجاه المجال، والمجال هنا هو نفس اتجاه القطب الشمالي.
أو بإمكانك استخدام قاعدة عقارب الساعة التي ذكرناها سابقا. قاعدة عقارب الساعة انظر من هذا الوجه. طبعا هنا لاحظ التيار، هنا إذا نظرنا من الوجه الأيسر لاحظ التيار يكون بهذا الشكل. هذا التيار يبدو وكأنه عكس عقارب الساعة، فطالما عكس عقارب الساعة يكون قطبا شماليا. أما إذا كان مع عقارب الساعة لو نظرنا هنا من اليمين يكون قطب جنوبي. المجال هنا الذي نحسبه لهذا القانون يستخدم داخل الملف، بينما خارج الملف اللولبي النموذجي يمكن اعتبار المجال صفر، أي أننا فقط نحسب داخل الملف اللولبي أو الحلزون. طبعا لاحظ هنا مهما كان نصف قطر الملف لا يؤثر في المجال المغناطيسي، أي أن المجال المغناطيسي فقط يعتمد على الميو نوت والإن والآر. إذا تغير نصف القطر لا يغير المجال المغناطيسي. هذا بالنسبة للملف اللولبي أو الحلزون. مثال بسيط، لدينا سؤال للملف اللولبي الخاص بالكاشف ستار الموجود في مختبر بروكوفهان الوطني في نيويورك والذي تناولناه بالمناقشة في الوحدة 7. هنا المسألة ما يهمنا المجال المغناطيسي البي والتيار المار الاي، ولكن كيلو امبير فهنضرب في 10 اس 3 امبير، ولدينا طول الملف. ما عدد اللفات؟ هنا ذكر عدد اللفات فقط الان التي يحتوي. طبعا هنا المجال هنا الموجود هنا هو الموجود داخل الملف اللولبي، فبالتالي هنا نعوض في القانون البي بتساوي ميو نوت ان اي على ال. بالتعويض المباشر يمكننا ايجاد عدد اللفات، البي 0.50، الميو نوت للفراغ 4 باي في 10 سالب 7، الان عدد اللفات مجهوله، شده التيار 0.40 ضربنا في 10 اس 3 لانها بالكيلو، قسمنا على طول الملف 8، نحسب عدد اللفات يكون لدينا تقريبا 8000 لفة. مراجعة المفاهيم 8.8. لديك ملف لولبي يحتوي على عدد محدد من اللفات موصل بمصدر طاقة يمكنه إمداد كمية ثابتة من التيار لمضاعفة المجال داخل الملف، أي لكي يزداد المجال للضعف. لكي يزداد المجال للضعف يجب عندنا عدة احتمالات، إما زيادة الميونوت للضعف، إما زيادة عدد اللفات للضعف، إما زيادة شدة التيار للضعف، أو إنقاص الطول إلى النصف. تعالوا معنا هنا، هل نصف القطر يؤثر معنا في الملف اللولبي؟ لا. بالنسبة لمضاعفة طول الملف، المجال يقل للنصف، لأن العلاقة بين المجال وطول الملف علاقة عكسية، فأيضا لا، نحن نريد المضاعفة. شطر طول الملف إلى نصفين هي كترجمة صحيحة تقليل طول الملف للنصف. فإذا قل طول الملف للنصف فعلا يزداد المجال للضعف، فتكون العبارة الصحيحة هي العبارة دي. المقصود بالشطر هنا تقليل طول الملف إلى النصف. بينما هنا المغناطيس الحلقي أو الملف الحلقي. تذكر نحن درسنا الملف اللولبي، هذا هو الملف اللولبي الذي درسناه. ببساطة جدا هذا الملف اللولبي وصلنا هذا الطرف الأول بالطرف الثاني، سوف يعطينا هذا الملف الحلقي. درسنا في الملف اللولبي أن المجال البي بتساوي ميو نوت في ان في اي على ال، والال هي كانت طول الملف. ما الذي تغير هنا؟ أصبح بدل ما الملف له طول بهذا الشكل أصبح الطول كأنه إيه؟ دائرة. فالذي تغير لدينا أن في المغناطيس الحلقي أو في الملف الحلقي الـ L هي 2 باي R. ما هي الـ R؟ البعد بين مركز الملف إلى منتصف اللفات R. كما ذكرنا هناك، أين يتواجد المجال المغناطيسي داخل اللفات؟ هذا الخط الأخضر يمثل المجال المغناطيسي. إذن الملف الحلقي هو حالة خاصة من الملف اللولبي تم ثنيه بحيث يتقي طرفاه ويكتسب شكل دائرة تحمل كل حلقة منها نفس التيار. يتم تحديد المجال داخل الملف من العلاقة نفس علاقة الملف اللولبي، ولكن بدل طول الملف عوضنا ب 2 باي ار. يمكن استخدام قاعدة قبضة اليد اليمنى لتحديد اتجاه المجال. لاحظ هنا من هذا الشكل اقبض على الملف بحيث أن الأصابع الملتفة تشير إلى التيار، فإن الإبهام يشير إلى اتجاه المجال، هذا الخط الأحمر هو اتجاه المجال. يكون اتجاه المجال خارج الملف
الحلقي كما ذكرنا في الملف اللولبي أيضا، إذا كان ملف حلقي نموذجي صف، أي أن المجال فقط داخل اللفات. هنا علاقة هامة انتبه إليها لحساب عدد اللفات. إذا كان لدينا سلك طوله L، لفنا إلى عدد لفات N نصف قطر كل منها R. عدد اللفات هنا يساوي L على 2 باي R. انتبه هنا في الملف الحلقي لدينا نصف قطر. هنا هذه ولتكن مثلا رمزنا لها بR سمول، الR سمول هنا هي نصف قطر الملف. للفات أيضا نصف قطر وهي R كابيتال. هذه الR كابيتال نصف قطر اللفة أو الحلقة. فبالتالي هنا لحساب عدد اللفات هنا نقسم الطول السلك اللي كان طوله L على محيط اللفة 2 باي R، أو بدل 2R وضعنا الD، والD هنا المقصود به القطر. هذه العلاقة سوف نحتاجها في حل بعض المسائل. طبعا هنا لاحظ الملف اللولبي كان قانونه كما ذكرنا، كانت البي بتساوي ميو نوت في ان في اي على ان، او ميو نوت ان سمول اي. لاحظ هنا لا يعتمد على الار، اما في الملف الحلقي يتناسب عكسيا مع الار، له علاقه عكسيه، والار هنا هي نصف قطر الملف اللي هي الار سمول الموجوده على الشكل. مثال مغناطيس حلقي مصنوع من سلك نحاسي، لدينا هذا السلك النحاسي طوله L، له القدرة لدينا التيار I، وهنا نصف قطر المغناطيس الحلقي اللي هو R نصف قطر المغناطيس كما ترى من الشكل R، يبلغ مقطعه العرضي هذا هو D اللي هو للفات 1.60 سنتيمتر، ولكن هنا هنضرب طبعا في 10 أس سالب 2 للتحويل إلى متر، حتى هنا أيضا نضرب في 10 أس سالب 2 للتحويل إلى متر. ما أكبر مجال؟ لاحظ هنا نتحدث عن مغناطيس حلقي أو ملف حلقي، فالقانون الذي نستخدمه البي تساوي نفس قانون الملف اللولبي، ولكن بدل الطول هنضع 2 باي آر. فهنا نريد عدد اللفات. عدد اللفات من العلاقة التي ذكرناها تساوي L على 2 باي آر، والآر هنا هي للفة للمقطع الايه العرضي وليس للملف. فالآر هنا طبعا هنا اعطانا الدي نصف قطر القطر مقطع العرض، فيمكن استخدام ان الان تساوي ال على باي دي، والدي هنا هو قطر المقطع العرضي او قطر اللفه وليس الملف. فتطلع لدينا عدد اللفات تقريبا 4018 لفه. ثم نعوض تعويض مباشر، الميو نوت 4 باي في 10 سالب 7 في عدد اللفات التي حصلنا عليها في التيار المار 2.40 على 2 باي ار، هنا هي نصف قطر الملف اللي هو ذكره 15 سنتي اللي هو 15 في 10 سالب 2. نجد ان هنا المجال المغناطيسي داخل هذا المغناطيس الحلقي 1.29 في 10 سالب 2 تسلا. لدينا سؤال اخر، حركه الالكترون داخل ملف لولبي يمر فيه تيار. تذكر ان الالكترون جسم مشحون بشحنه سالبه، له شحنه بتساوي سالب 1.6 ضرب 10 أس سالب 19 كولوم، وله كتلة 9.11 في 10 أس سالب 31 كيلو جرام. تذكر أن لدينا شحنة سالبة إذا تحركت بسرعة V متعمدة على مجال مغناطيسي. كيف تتحرك؟ تتحرك في مسار دائم. نصف قطر هذا المسار درسناه في الوحدة السابعة، R تساوي MV على كيو. هنا يتحدث عن ملف لولبي. لاحظ هنا لو رسمنا هنا ملف لولبي، آسف لحظة، هنا هذا هو الملف اللولبي. لاحظ هنا أن مجال الملف اللولبي له احتمالين، إما لليمين اليسار أو لليمين. لاحظ أن المجال موازي للمحور. لكي يتحرك الإلكترون في مسار دائري يجب أن يكون متعامد على المجال، فلكي يتحرك متعامد على المجال يجب أن يقذف عمودي على محور الملف، لأن مجال الملف اللولبي يكون موازيا للمحور. هنا في السؤال يحتوي الملف اللولبي النموذجي على، انتبه هنا، 200 لفة لكل سنتيمتر. هنا بعض الطلاب يخطئ في هذا الموضوع، نقول الـ n small تساوي 200 لفة
لكل سنتيمتر. كيف نحول إلى متر؟ طبعا كما تعلم هي 200، طبعا السنتي بنضرب في 10 سالب 2، ولكن انتبه هنا السنتي في المقام، فهنضرب في 10 أس 2 لفة لكل متر. بالمنطق السنتيمتر الواحد فيه 200 لفة، فالمتر هيساوي 200 في 10 أس 2. حتى تخرج من هذا الحرج يمكنك تقول ال N تساوي 200 لفة N كابيتال، والطول هو 1 سنتيمتر أو 10 سالب 2 متر، فكما تحب. يتحرك الإلكترون داخل ملف اللولبي في دائرة. ماذا نعني أن الإلكترون تحرك في دائرة؟ أي أنه متعامد على المجال، والمجال موازي للمحور، يعني متعامد على المحور. ولدينا نصف القطر، طبعا هنا 3 سنتيمتر، فهنضرب في 10 سالب 2 للتحويل إلى متر. حتى هنا ذكر متعامد على محور الملف اللولبي. لدينا سرعة الإلكترون هنا الفي نص سي، والسي طبعا هي سرعة الضوء في الفراغ اللي هي 3 ضرب 10 أس 8 متر على الثانية. ما مقدار التيار؟ طبعا هنا أولا من علاقة المجال هنا الار، الار تساوي ام في على كيو بي. الار اللي هي 3 ضربنا في 10 سالب 2، الام كتلة الإلكترون 9.11 في 10 سالب 31، السرعة نص سي. السي اللي هي 3 ضرب 10 أس 8 على كيو، والمجهول لدينا البي، فالبي هتساوي 2.85 في 10 أس سالب 3 تسلا. هذا هو المجال، ولكن نحن نريد حساب التيار. كيف نحسب التيار؟ التيار يمكننا حسابه من العلاقة البي تساوي ميو نوت ان اي على ان. هنا المجال حصلنا عليه 2.85 في 10 سالب 3، الميو نوت 4 باي في 10 سالب 7، الان هنا هي 200، ولكن في السنتي اللي هو 1 في 10 سالب 2 في الاي. باستخدام الآلة الحاسبة نحصل على التيار 0.113 ألف أمبير. طبعا كان بإمكانك استخدام العلاقة البي هتساوي ميو نوت إن آي، هي نفس العلاقة، ولكن الإن سمول هي 200، انتبه في 10 أس 2، هنا لفة لكل سنتيمتر، فتكون لفة لكل متر، سوف تحصل على نفس النتيجة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.